طيب في بقى كده دراسة أو يعني زي قايمة كده اتعملت تحديدا صحيفة ميرور البريطانية، يعني عملتها عن مين؟ عن الرياضيين المليارديرات حول العالم. أكيد أول ما هنقول الكلمة دي هيجي في دماغنا على طول مين؟ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي. فخلينا بقى نروح للغة الأرقام ونشوف الجريدة دي قالت إيه. رونالدو زي ما قالت الصحيفة بيتقاضى كام راتبا أسبوعيا مع مانشستر يونايتد؟ بيقدر تقريبا هذا الراتب ب 500,000 جنيه استرليني. ده بنتكلم يعني أرقام مفروض إن هي عادية، مشيرة بأنه بيحصل على 36 مليون بقى جنيه استرليني سنويا من عقود الرعاية وبعض كمان يعني الاستثمارات الأخرى اللي اتكلمت الصحيفة عنها. دي أنا مش بقول أرقام عادية، ده أرقام عادية إن إحنا نسمعها لو هنتكلم عن رياضيين مليارديرات أكيد يعني. ده بالنسبة لكريستيانو رونالدو. نروح بقى ليونيل ميسي اللي أكدت برضه نفس الصحيفة إن هو بيتقاضى راتبا أسبوعيا مع باريس سان جيرمان، بيقدر هنا بقى بكام؟ بيقدر ب 500,000 جنيه استرليني. ده إضافة للأموال المفروض الكتيرة برضو اللي تقاضاها مع برشلونة، وتقريبا كان بيتقاضى ما يقارب كمان من 1.5 مليون جنيه استرليني في الأسبوع مع الفريق الإسباني، وده ضمن القائمة أيضا زي ما احنا عارفين يعني برشلونة. فضمن بقى القائمة برضو اللي اتحطت عندنا اللاعب السلة الأسطوري طبعا مايكل جوردن، وكمان تحدثوا عن لاعب الجولف تايجر وودز. حاجات بسيطة كلها. الخبر ده كان عايز كريم بيحب الأرقام دي، بس يعني هي دي القائمة اللي قالتها جريدة أو صحيفة ميرور البريطانية.